وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على خطة لتقديم مصر بصورة لائقة خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27. كما أشار الرئيس السيسي إلى العمل على توفير وسائل نقل صديقة للبيئة واستخدام الهيدروجين الأخضر. شغالين على خطة عشان نقدم الدولة المصرية بما يليق في الوقت دول للضيوف اللي هيجوا. ويمكن الكلام اللي احنا فيه ده جزء منه، واحنا بنتكلم على وسائل نقل صديقة للبيئة، يعني الطاقة الكهربية. ونفس الكلام بيتعمل في شرم الشيخ، بنقول إن هي هتبقى مدينة خضراء تماما وذكية تماما عشان ثم مشروعات أخرى. يعني ما تسمعي إن احنا مثلا يعني هنطلق مشروعات عن الهيدروجين الأخضر مثلا، مشروعات طاقة متجددة أخرى في الوقت دوت، ويعلن عن حجم الطاقة المتجددة لمصر هتخش بيها بشكل فعلي، مش تخطيط بس عاملينه، لا احنا بالفعل هيكون الكلام دوت في خطوات تنفيذيه للعمل فيه. ده شكل من اشكال الاعداد للمؤتمر مع حاجات اخرى تانيه كتير.